واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اللي هم عملوه تاني بس في طريقة أبسط تقريبا، إن هو الطريقة اللي هم ماشوا بيها هتبقى صعب إن أنا يعني أصدرها ليكم وأخرجكم إن أنتوا تفهموها وتحفظوها وتمشوا بيها لحد الامتحان، هتبقى تفاصيل كتير وإن أنت تحط انتركولر في النص وكده. إيه يعني مش هو ده الهدف، الهدف بس تفهم يعني إيه سيليكشن والكرايتيريا بس الأساسية اللي في الموضوع. لكن طبعا الشغل بتاعهم هو الصح، هو المفروض فعليا ان انت تمشي فيه تشتغل بتراي اند ايرور وتعيد وتحط انتركولر وتاخد الموضوع كده بهداوه وتحلها كده يعني بكل تفاصيل. المهم احنا هدفنا كالعاده الكرايتيريا للسيليكشن او السايزنج للسنتريفيوجر كومبريسور. هنمشي الاول هنعرف البوليتروبيك بروسيس زي ما هو عمل كده، وناخد حاجه اسمها الفلو كوفيشنت والريت كوفيشنت، وهنبدا بعد كده في البروسيس نفسها هنحدد النمبر اوف ستيج والديامتر والسبيد، وهناخد الكمبريسور باور والفريم سيليكشن في النهايه. نبدا اول حاجه كده ايه نسخن مع بعض بالبوليتروبيك افشنسي. يعني ايه البوليتروبيك افشنسي؟ فاكرين احنا التي اس دايجرام، لو انت عايز تضغط غاز من بريشر بي 1 الى غاز بريشر بي 2، لو ما كانش فيه فريكشن او الريفرسابيلتيز في البروسيس فالمفروض ان يطلع البروسيس دي ايه ايزوتروبيك بالشكل ده وتطلع درجه الحراره تي 2 ستار. لكن بسبب الفريكشن حضرتك بتستهلك جزء من الانرجي بتاعتك زياده، تنزل انرجي زياده علشان تتغلب على الاحتكاك، وجزء الانرجي ده في الاخر هيروح في صوره حراره، فهتلاقي نفسك ايه كمان ايه خدت حاجه سالبه اضافيه اللي هي ارتفاع درجه الحراره. فالمفروض درجه الحراره الفعليه هي تي 2. وبنسمي البروسيس الحقيقيه دي الاكشوال بروسيس، او بندلعها بقى نسميها ايه؟ البوليتروبيك بروسيس. خلاص؟ البوليتروبيك بروسيس. كان عندنا طريقه خدناها عشان نحسب التي 2 درجه الحراره الحقيقيه اللي خارج بيها الجهاز. اول طريقه طريقه المعادلتين، ان انت تقول ان تي 2 ستار ناقص تي 1 على تي 2 ناقص تي 1 هيساوي ايه ايزنتروبيك. دي اول طريقه. والتي 2 ستار دي بتجيبها منين؟ هي دي بقى بتتحسب من الايزوتروبيك اندكس، ايزوتروبيك جاز اندكس، بريشر ريشيو، بس ده ناقص واحد على الضغط. طيب دي اول طريقه. ثاني طريقه طريقه المعادله الواحده، بدل ما نحسب معادلتين يقول لك مباشره التمبريتشر ريشيو تي 2 الحقيقيه على تي 1 هيساوي بريشر ريشيو، لكن بدل اس جاما ناقص واحد على جاما بقت بوليتروبيك اندكس ان ناقص واحد على ان. خلاص كده؟ ان ناقص واحد على ان. طبعا المعادلتين المفروض يطلعوا نفس درجه الحراره اللي هي تي 2، وبالتالي لازم تكون في علاقه ما بين الان وما بين الجبر وما بين الايزوتروبيك افشنسي في نفس الوقت. فالعلاقه دي بيربطها طبعا ده الايزوتروبيك اكس اندكس والبوليتروبيك اندكس. العلاقه دي في النهايه هتبقى كالاتي: الجاما ناقص واحد على جاما على الان ناقص واحد على ان هيساوي ما يسمى بالبوليتروبيك افشنسي. البوليتروبيك افشنسي اللي هي عباره عن ايتا بوليتروبيك هيساوي تي انا اسف البوليتروبيك افشنسي هتساوي ببساطه الانرجي اللي هي ثانيه واحده. البوليتروبيك افشنسي عباره عن الانرجي الايزوتروبيك على الانرجي التوتال اعتقد، او انا اسف هو التعريف بتاعها هو كده ببساطه. البوليتروبيك افشنسي هي عباره عن ايه جاما ناقص واحد على جاما على ايه ناقص واحد على ان، ده التعريف بتاعها. لكن في طريقه ثانيه عشان تربط الجاما بالان بالايت ايزنتروبيك، بس ايه يعني مش هنحتاجها على مش هنحتاجها، كان المفروض نحتاجها الجزء الاكسد خلاص احنا غالبا مش هنعمل الحكايه دي فمش هنحتاجها. احنا كفايه علينا نعرف ان حاجه اسمها البوليتروبيك افشنسي هي التعريف بتاعها هو اللي قدامنا. طيب بعد كده بقى هناخد حاجه اسمها البوليتروبيك هيد. البوليتروبيك هيد هو عباره عن الانرجي اللي هياخدها الغاز كل كيلوغرام من الغاز نتيجه عمليه الكومبريشن. المفروض ان انت لو ضربت الانرجي اللي واخدها كيلوغرام في التوتال كيلوغرام يدي لك ايه؟ شوف التوتال شارت بار. خلاص كده؟ التوتال شارت بار. لكن ما تنساش ان احنا هنقسم على كفاءتين، الايتا ميكانيكال والايتا بوليتروبيك. من هنا بتظهر لك الايتا بوليتروبيك اللي هي بتعبر عن كفاءه عمليه الكومبريشن. بيظهر في المعادله ديت وبتتحسب من الجاما ناقص واحد على جاما على ان ناقص واحد على ان. طيب الشارت باور ممكن نفكها كالعاده الام دوت سي بي دلتا تي، ام دوت سي بي تي 2 ناقص تي 1 على ايتا ميكانيكال.
الايتا بولوتروبيك راحت فين؟ الايتا بولوتروبيك اختفت ما بين الاتش بولوتروبيك وما بين يعني الاتش بولوتروبيك لما قسمتها على الايتا بولوتروبيك ادتني السي في دلتا تي. خلاص؟ يبقى الاتش بولوتروبيك مش مباشرة بتساوي سي في دلتا تي، لا هي بتساوي سي في دلتا تي في الايتا بولوتروبيك. المعادلة دي عشان ما حدش يسأل هي صحيحة ولا لا، والتنسيق الايتا بولوتروبيك لا هي صحيحة وانا رجعتها أكثر من مرة، يعني لأن حتى في ناس سألت عليها ورجعتها لهم تاني. الخلاصة ان هيبقى عندنا البوليتروبيك هيد دوت الديفينيشن بتاعه هو اللي قدامنا ده ار تي ان ناقص ان على ان ناقص 1 كوفيشن ريشيو ناقص ان ناقص 1 على ان ناقص 1. طيب عرفنا حاجة اسمها البوليتروبيك انرجي حسب من تيرم تاني اسمه البوليتروبيك افشنسي. البوليتروبيك هيد ده انا هعمل بيه ايه؟ البوليتروبيك هيد ده هيساعدني في تحديد النمبر اوف ستيجز، تحديد عدد المراحل. عندنا ليميتيشن احنا عارفينه في تحديد عدد المراحل ما بين الانتركولرز على ان هي الكرايتيريا ان ما تزيدش درجه الحراره عن 150 درجه. بالنسبه للسنتريفيجال كومبريسور الموضوع ده مش كفايه بالنسبه لي، انا ممكن اعمل امبيلر كبير قوي يشيل البريشر ريشيو اللي هي بريشر ريشيو 4 5 7 مره واحده قبل ما يوصل للتمبرتشر 150 درجه، لكن هيكون الثمن ان الامبيلر ده هيبقى فيري برون للسيرج، هيبقى عرضه للسيرج، هيبقى الكنترول بتاعه صعب ورينج الاوبريشن بتاعه ضيق جدا. فقال لك طب نعمل ايه علشان نوسع رينج الاوبريشن يبقى مناسب؟ قال لك لازم تقسمه على مراحل صغيره، كل مرحله شايله بريشر ريشيو صغيره. طب ايه الرينج بتاع المرحله عشان ما يحصلش سيرج؟ هو ان البوليتروبيك هيد اللي على المرحله لا يزيد عن 30 كيلو جول لكل كيلو جرام. 30 كيلو جول لكل كيلو جرام، طبعا هم شرحوها بالانجلش يونتس. 10,000 10 في باوند في باوند بير باوند، طبعا باوند فورس بير باوند ماس. لكن احنا هنا الفي باوند اللي هي متر نيوتن بالنسبه لنا جول، والثانيه كيلو جرام ماس. المهم ان احنا ايه ما نزودش في المرحله عن 30 كيلو جول على الـ على الـ على الكيلو جرام، يبقى كل واحده بتدي فلويد 30 30 30 30 ما تزيدش عن كده بحيث تضمن ان اي واحده ما يحصلش فيها سيرج ورينج الاوبريشن بتاعها يبقى واسع. ده اللي هو فلويد ولا الهواء؟ المفروض ان الهواء الرقم 30 كيلو جول على الكيلو جرام، لكن كل ما النيوكلير ويت الغاز بيكون اخف بيكون خلينا اتقل، كل ما الغاز بيكون كل ما الغاز بيكون اتقل كل ما احتمال السيرج فيه بيكون اكبر، فبالتالي ينزل 3 من 10 كل شويه لحد ما توصل لسائل تقيل او غاز تقيل قوي اللي هو مش عارف اكسيد اليورانيوم حاجه زي كده، غاز تقيل جدا اليورانيوم تقيل والاكسيد او حاجه بتاعته تقيله قوي، فهتلاقي ان هو يقول لك ما تزودش عن 17. والعكس صحيح، الغاز الخفيف هو زي الهيدروجين طول ما انت نازل ايه؟ تقدر تزود، تقدر تشيل اكتر. لحد ما توصل للهيدروجين تقدر تشيل 46 كيلو جول لكل كيلو جرام في المرحلة الواحدة. طيب. ادي الالاوبل بوليتروبيك هيد لو عايزين نحسبه. هنفترض ان احنا عندنا هواء الجامعة بتاعته 1.4 والبروسس بتاعته الافشنس بتاعتها 77%. ساعتها البوليتروبيك هيد الايتا بوليتروبيك بتتعوض بحسب المعادلة دي منها تقدر تجيب قيمة ال N اللي هي تطلع 1.6. هتعوض جاما ناقص 1 على جاما على N ناقص 1 على N هتساوي ايتا بوليتروبيك فتحسب N تطلع 1.6. لو افترضنا ان درجة حرارة الهواء اللي داخل 27 درجة مئوية تقدر تتوقع ساعتها الستيج الواحدة من الكمبريسور ممكن تشيل قد ايه؟ احنا افترضنا ان هي الهواء افترضنا درجة حرارة يعني عادية 27 درجة وكفاءة في النص برضه 77%، ساعتها لو عوضت المعادلة البوليتروبيك الاتش بوليتروبيك وحطيت قيمتها ب 30 كيلو جول، طبعا احنا بنتعوض بالجول فهتبقى 30 دي 30,000، وعوضت في ادي ال ان على ان ناقص 1 ودرجة حرارة الدخول مش عارف ايه، هتقدر تجيب البريشر ريشيو اللي تقدر تشيلها مروحة خبر واحد. هتفاجئ ان البريشر ريشيو اللي تقدر تشيلها الامبير الواحد في السنترنجل لا تزيد عن 1.4 ما تزيدش عن 1.4 كل مرحله من مراحل السنتريفيجال كومبريسور.
طبعا الريسيبروكيتنج كانت مرحلته لان مفيش ليميتيشن عليها كانت تقدر توصل لكام؟ لثلاثه او قرب ثلاثه، لكن هنا بسبب موضوع السيرج فبتحجمها في 1.4. لو طبقنا نفس المساله على الاكسيال كومبريسور هتلاقي ال 1.4 دول ينزلوا ال 1.1 1.2. لو هو سنتريفيجال لكن حسنا البوليتروبيك افشنسي بتاعته، لو ظبطنا البوليتروبيك افشنسي اترفعت هتلاقي القيمه دي تطلع ل 2 او 3 كل 2 بلاش 3. تمام. الخلاصه ان الرقم ده رهن اللي هو البريشر ريشيو تقدر تشيلها مرحله رهن بتصميم بنوع الكمبريسور وتصميم. طيب دي كده فكره الحسبه ازاي بنحسب او ايه العلاقه بالكولت البريشر ريشيو مع الكولتروبيك هيد اللي شايلها المرحله مع الكولتروبيك افشنسي والكولتروبيك هيد. ماشي، نروح بقى لموضوع تاني، موضوع الفلو كوفيشنت والهيد كوفيشنت. اعتقد الترم الاولاني مع دكتور فريد خدت موضوع الفلو كوفيشنت والهيد كوفيشنت. خدتهم ولا لا؟ احنا كنا خدنا جراف كده بس في الهيد كوفيشنت وفي الفلو كوفيشنت بس. طيب كنسبه. طيب وايه المعنى معنى الفلو والهيد كوفيشنت؟ اضرب اي اسم من الماكسيموم تقريبا. ماكسيموم ايه؟ قول انت عارف ايه عن الموضوع؟ مش فاكره، مش مشكله. طب نحاول كده ايه، نحاول بالراحه مع بعض. بص يا ريس، اي شركه بيبقى عندها مجموعه من البيلرز بتصميمات مختلفه بتتراوح ما بين ال 2 دي لل 3 دي. يعني ايه 3 دي؟ اللي طالع له اوديوس ده اللي بنسميه 3 دي. خلاص، لان الريشه يا 2 دي كده وكمان طالع لها بوز من قدام اكسل فهي 3 دي. ماشي يا عم، الشركه عندها الحاجات الحلوه دي، كل واحد فيهم له زي ما قلت لك ديزاين غير الثاني، وله كمان نمبر اوف البيلرز غير الثاني، وانجل اوف انكلينيشن غير الثاني، صح؟ وديامتر ريشيو غير الثاني، كل بارامترز يعني ايه غير الثاني. حلو. الشركه مش بتصنع واحد بس من كل ديزاين، دي عندها يعني اكثر من حجم من نفس الديزاين الكبير والصغير، صح؟ كل دولت او دولت او دولت مالهم؟ كل من نفس الهيد جيومتريكالي سيميلر لبعض، صح؟ هما جيومتريكالي سيميلر لبعض. فالمفروض ان الشركه لما تيجي تختبرهم او تصممهم او اي حاجه ما بتبداش بقى تعمل اختبارات على كل واحد على حده. امال بتعمل ايه؟ ها؟ فاكرين الافينيتي لو والسيميلاريتي والكلام ده، صح كده؟ ده منشن لسه يعني. بتحاول تأيوه، مش هم جيومتريكالي سيميلر لبعض؟ فبالتالي بتنطبق عليهم الافينيتي لوز او قوانين اللي هي الجيومتري اللي هو السيميلاريتي الثيري، فبتقدر تطبقها عليهم بحيث ان حضرتك تقدر بدل ما كل واحد تحسب له الهيد بتاعه والفلو بتاعه وتختبره يعني واحد واحد كل جيومتري، لا يقول لك ممكن نعمل حاجه قوي حلوه قوي دايمنشن اناليسيز، تقول لي خد واحد بس من كل ديزاين والواحد دوت ادرسه بدل الهيد والفلو استخدم فاي وساي. فاي ده فانكشن في الفلو وايه ساي ده فانكشن في الهيد. خلاص؟ المفروض هتقول لي الامبيلر الصغير هيطلع فلو صغير. اقول لك اه، لكن لو بصيت على الفاي ديت هتلاقي الديامتر دوت موجود في المقام بتاعها، فهتلاقي ان في الاخر الفلو الكبير بيقابله ديامتر كبير والفلو الصغير بيقابله ديامتر الصغير، بحيث يفضل كل الاحجام ليها نفس الفاي. خلاص كده؟ طبعا انا هنا ما اتكلمش على اي فاي، مش اي فلو، مش اي فاي، بتكلم تحديدا عن الديزاين فلو وديزاين هيد. عارفينهم طبعا. ليه انت بتصمم عليهم يعني؟ اللي هم بيدوا اعلى كفاءه. خلاص؟ عشان ما تقوليش كل واحد يدي كيرف مش بيدي نقطه. بقول لك انا بتكلم تحديدا عن ديزاين فلو وديزاين هيد. طبعا الكيرف كله هيبقى سيميلر برضه لبعض، دي قصه ثانيه، بس انا بتكلم دلوقتي فاي وساي، بتكلم على ايه؟ ديزاين فلو وديزاين هيد. خلاصه القول هي دي فايده الفاي والساي، اللي هم الدايمنشن ليست بارامترز اللي عباروا عن فلو والهيد. بحيث ان يبقى كل الجيومتري سيلر البيلرز ليهم نفس الخيار. طيب وبعدين هنعمل ايه؟
ادي الفاي قيمتها عامله بالشكل ده فيو على باي على بعض داتا سكوير فيو طبعا اريا في البلوستي فتديك دايمنشن بتاع فلو صح كده حيث ان كيو دي اللي هو الانتر امبلر وطبعا هنا تم التعرف ان انت بتاخد الامبلر والانتر عند الاوتلت واليو اللي هي الامبلر تيب سبيد اللي هي ايه بايتي انا عاستي خلاص؟ طيب ها نكمل القيمة ديت في السنتريفجال كومبريسور بتتراوح ما بين 1% و 15% انت كنت حاطط واخدينها كام؟ لا هي كانت لا هي انت يعني الرينج بتاعك من كام لكام؟ 8 مللي ل 2 من 10 ماشي يا عم تقريبا انا واخد من مرجع تاني فهو كان واخد الرينجات دي خلاص؟ طيب انا هقول لك لو طلعنا بره الرينج ده هيحصل ايه بعدين؟ المهم ان ايه ده الرينج خدني على قد عقلي وقول ماشي اهو ده الرينج بتاعها من كذا لكذا الهيد كوفيشنت عباره عن الهيد بقى بس على يو سكوير على 2 خلاص؟ البوليتروبيك هيد اهو راجع لنا تاني البوليتروبيك هيد على يو سكوير على 2 ورينجه من 8 من 10 ل 1 1 من 10 كنت واخدينه كام؟ هو ده مظبوط ده مظبوط ده مظبوط؟ ده متاخد من ال انا شفتها يعني كان زي ما طيب طب والتاني غلط؟ لا يعني رينج بقى خلينا نقول نفس الرينج بس ايوه نفس الرينج ده وده؟ لا ولا في اختلاف كبير؟ الفاي الفلو كان اوسع شويه يعني اوسع شويه؟ اه انما تقريبا ده كان تقريبا قريب منه طيب ماشي ايا كان هنا بقى خلاص كده ادينا ايه عرفنا الفاي والبساي بالنسبه للديزاين المختلفه الامبيرال زي ما قلنا كل واحد له فاي غير الثاني وبساي غير الثاني فاي غير الثاني وبساي غير الثاني لو رسمت علاقه لو هو المحور الرقي ده هو الفاي والمحور الراسي هو البساي فهتطلع لك علاقه عامله بالمنظر ده كل واحد له عند الفاي دي يعني له فاي وبساي غير الثاني ده موجود في الفاي والبساي دي فاي والبساي دي فاي والبساي دي تمام كده طيب بنفس الطريقه هتلاقي ان في علاقه ما بين الفاي وما بين كفاءة كل واحد له كفاءة غير التاني كل واحد له كفاءة غير التاني هنا الكفاءة مش عارف 70% 80% 90% 70% 60% ده كلام ده خلي بالك ده عند الديزاين بوينت ها ما حدش يقول ده كيرف الكفاءة بتاعت البامب او الكمبريسور لا ده عند الديزاين بوينت يعني ده عند الديزاين بوينت ما يجيبش اكتر من 60% ده كفاءته عمرها ما تعلى عن 70 ده كفاءته بتوصل ل 80 ده ابو تصميم ناعم وجميل ده ممكن يوصل ل 95 خلاص ده عند الديزاين بوينت بعدها او قبلها هتنزل عن خلاص لحد دلوقتي في مشكله ولا مفيش مشكله ادي اهو كل واحد فيهم عنده فاي معينه بتدي بساي وعنده ايتا وبساي معينه طيب وبعدين ادي هيت الامبيلرز اهمت الجيومتريكال سيجمال لبعض زي ما قلت لك ان هما ايه بيبقى المفروض كل واحد بيعبر عن ديزاين معين دايمتر ريش معينه نمبر اوف بليدز معينه بليد انجل معينه الكلام ده كله بيتعوض بيدي بينتج عنه ان الراجل الطيب ده له فاي وساي معينه لو حصل نتيجه كده بقى لو مسكت السنتريفيجال كومبريسور كل الديزاينز بتاعته هيعملوا لك خريطه عامله بالشكل ده او مساحه عامله بالشكل ده ليه هو مش كان خط انا مش معترض ان هو كل واحد له نقطه واحده لكن خلي بالك الديزاين ده ممكن يبقى فيه 7 بليد ممكن يبقى فيه 20 بليد يعني ممكن النقطه تبقى هنا او هنا الديزاين ده ممكن يبقى فيه بريد انجل زيرو يبقى راديال ممكن تبقى باكورد 15 يعني ممكن يدي فاي هنا او فاي هنا او هنا او هنا او هنا او هنا فبيطلع لك كده ايه رقعه كامله عامله بالمنظر ده الرقعه دي في السنتريفيجال كومبريسور ديزاينز تتراوح الفاي فيها ما بين 1% و 15% والابساي بقى هتتراوح في الرينج التاني طب افرض انت عندك ابلكيشن
حسبت الفاي بتاعته لقيتها 4/10. ايه معنى ده؟ معنى ده ان انت عايز علشان توفق الفلو كوفيشن ده ديزاين ما ينفعش اسميه سنتريفيجا. محتاج ريش شكلها له شكل معين. طبعا بص كل ما بدأنا ندي الجزء اللي قدام ده بدأنا نبعد. فعشان نوصل للفلو كوفيشن العالي قوي دوت يبقى انت عايز المروحه كلها تبقى اكسل. خلاص؟ يبقى انت عشان كده في الحاله دي هتلجا لما اللي هو الاكسل فلو كومبريسور عشان يوفق لك الفلو كوفيشن اللي انت بتدور عليه. خلاص شباب؟ عشان كده بيقول ان هو الرينج بتاعه من كذا لكذا. هو هي مش اختراع مني يعني مش فرض انا اللي فرض. لا ده هو الديزاينز بتاعت السنتريفيجال ما بتجيبش غير الرينج ده. عايز حاجه اكبر يبقى انت بتتكلم على الاكس. قول يا معاذ ايه اللي مزعلك؟ تتامل كده قلت في حاجه ماشي. خلاص شباب؟ طيب كده احنا فهمنا الفكره وهنشتري بكره. هنبدا دلوقتي عمليه السليكشن او السايزنج بروسيجر. عندنا المشكله ان انت عندك كومبريسي عايزين نضغط هواء من 20 بار ابسوليوت 15 درجه مئويه الى 60 بار ابسوليوت عند ساكشن فلويد او ساكشن كباس 45000 متر مكعب في الساعه. طيب الريكوايرد بالنسبه لنا انت تختار السيوتابل سنتريفيجال فريم وتختار كمان النمبر اوف ستيجز والسايز الامبيلر والار بي ام الى اخره. المتاح بالنسبه لنا الهواء ده البروبرز بتاعته 287 كالعاده جول كيلوغرام تيبل جاما 1.4. وبيقول لك استخدم البروشر اللي جاي ده بتاع روز رويس اللي هو اللي عامل المنظر ده مجموعه موديلات اهيت. الماكسيموم باور الماكسيموم بريشر اسف معطى النمبر اوف ستيجز معطى الماكسيموم باور مش عارف ديزاين سبيد الديامتر والماكسيموم ديزاين كاباسيتي اي سي اف ام اللي هي ايه؟ اكشوال كيوبيك فيت بير مينت. طيب نروح كالعاده هنبدا بقى بعمليه النمبر اوف ستيج سيليكشن او ديزاين تحديد عدد المراحل. تحديد عدد المراحل زي ما قلنا عشان تجيبه محتاج يبقى معاك البوليتروبيك هيد التوتال تقسمه على ال 30 بتاعتنا او الرقم المتاح بالنسبه للغاز الموجود ويديك عدد المراحل. هتروح جاي عاملها ازاي؟ الاول البوليتروبيك هيد ده انا مش معايا عشان اجيبه محتاج البوليتروبيك اندكس. طب البوليتروبيك اندكس مش معايا لكن معايا البوليتروبيك افشنسي. فاروح جاي حاسبها من البوليتروبيك افشنسي بتتحسب من المعادله دي. و هنفترض ان هي 80% فهيطلع لك في الاخر ال N بتساوي 1.6. خلي بالك من حاجه البوليتروبيك مش بتعبر عن ايه؟ مش بتعبر بطريقه ما عن كفاءه عمليه الكومبريشن صح كده؟ هي مش زي الايزنتروبيك ما بتتحسبش من تي اس دايجرام لكن هي في النهايه برضه بتعبر بطريقه ما عن كفاءه عمليه الكومبريشن عشان كده حتى بنحطها في معادله الباور. فهتلاقي ان الكفاءه دي بتعتمد على الديزاين بتاع الامبيلر والمفروض الوضع الصح ان انت بتستغلها وبعد ما تحسب الفايلر سايد تروح جاي تطلعها وتروح جاي راجع من الاول وحل تاني تمام كده. بس احنا ايه زي ما قلت لك تسهيلا علينا هتبقى الرقم ده جبل علشان ايه ما نتعبش نفسنا نفهم الفكره اهو. المهم يا سيدي الفاضل البوليتروبيك افشنسي اهي 80% عوضنا فيها طلعت لنا البوليتروبيك اندكس بالرقم اللطيف ماشي نكمل. تقدر تحسب البوليتروبيك هيد ولا لا؟ هتعوض في البوليتروبيك هيد نشوف كده معانا ايه مش معانا ايه. البريشر ريشيو توتال على الكمبريسور 3 60 بار ابسوليت على 20 بار ابسوليت 3 الريسبتيفيتي ده مشيلهم في مرحله ده مشيلهم ايه؟ هنشوف بقى كم مرحله في الكمبريسور ده اللي هم الثلاثه دول. درجه الحراره اللي داخل 15 اللي هي بكافه 30 88 كلفن. في حاجه ناقصه في المعادله مفيش عوض فيها كل التلمات موجوده هيطلع معاك البوليتروبيك هيد اللي على الكمبريسور ككل بيساوي 111 كيلو جول على الكيلو جرام على الكيلو جرام. محتاجين محتاجها محتاج كام؟ اربعه خلاص كده؟ فهتروح جاي عامل الحركه دي قاسم الرقم الطيب ده
البوليتروبيك توتال على البوليتروبيك وقلبه بالبير ستيج اللي هو 30 فيطلع لك رقم ده 3.7 كده هتخدوه يساوي 4 ستيج. يبقى نحط 4 انفيلرز على الكمبريسور ده بحيث يوصل للبريشر ريشيو المطلوبه من غير ما يحصل سيرج. طيب بعد ما انا عملت الحركه دي بقى عندي مشكله. ايه هي؟ ان البوليتروبيك هيد اللي شايلها المرحله بكام؟ لا مش 30 ده لو كانوا 4 ده لو كانوا 3.7 هيبقى اقل. فتروح جايب عامل راجع حاسبها تاني وتبدا توزعها على الاربع مراحل كل بالتساوي. خلاص؟ طيب ده كده مجموعهم 111.1 كيلو جرام. بعد كده تقدر بقى من خلال قيمه البوليتروبيك هيد دوت بير ستيج تقدر تحسب بقى البريشر ريشيو بير ستيج. ستيج يا دكتور يعني امبيلر واحد؟ امبيلر. هنا الستيج نقصد بيها الامبيلر الواحد. خلاص في السنتريفيجال هنقول ان احنا نقصد بيها الامبيلر الواحد. خلاص مفيش انتركولرز ما بينهم. طيب فالمهم ان انت هتعوض في المعادله دي في الستيج يطلع البريشر ريشيو في الستيج تطلع 1.4. خلاص؟ ماشي يا عم. ادي البريشر ريشيو في الستيج تقدر منها تحسب البريشر اللي خارج من المرحله. نعوض يطلع لك اول مرحله خارج منها 27 بار ونص. تاخدها على التمبريتشر يطلع معاك درجه الحراره الخارجه 322.6 كيلو. زادت من 288 322 زادت بتاع كام؟ بتاع 25 درجه ولا حاجه. نكمل. فكر على المراحل الثانيه. ام دوت هتساوي بي كيو على ار تي لو عايز تحسب السكشن فلو ريت. هتحسب الكيو 2 بقى اللي خارجه من المرحله الاولى هتطلع لك بالرقم ده اقل منها بشويه وبعدين تروح بقى واخد بقى تروح جاي ايه على باقي الستيجز اكتر ولا اقل؟ عليهم اكتر ولا اقل؟ اقل مش كان الاولانيه 45000 اللي داخل لها؟ دلوقتي اللي داخل لها 36000 ثاني تمام؟ وهتبدا بقى تعوض البريشر ريشيو بتختلف من مكان للتاني وهتحسب البريشر حالك اللي داخل لكل مرحله والتمبريتشر اللي داخله لكل مرحله تمام؟ عشان بس اخليك مطمئن ان شاء الله في الامتحان لو جبنا مساله زي دي ما بطلبش منك تحسب كل مراحل غالبا لو طلبتها اطلب منك اول مرحله بس لكن ممكن اسالك اقول لك ايه اللي بيحصل في باقي المراحل نظري لكن مش هخليك تتعسف وتبدا تخترع كده يعني في المساله. المهم يا سيدي الفاضل هتطبق الكلام ده تاخد الكلور اللي داخل والبريشر اللي داخل والبريشر اللي داخل وتحسب البريشر ريشيو والبوليتروبيك هيد اللي المفروض حسبت عليهم كلهم وتحسب البريشر ريشيو الجديده وبعدها البريشر الجديد وبعدها التمبريشر الجديده وبعدها الكلور الجديد وهكذا لحد ما تجيب الكونديشنز بتاع كل مرحله. طيب وادي الفوليوم فلوريت اهي بتقل يا حسن يا مجرم المرحلة الثانية. نروح بقى للموضوع ايه اللي وراه الدامبر والسبيد. الدامبر والسبيد زي ما قلنا بيحددهم على اساس الفايل سايت. فهنادي كده نراجع كده مع بعض نمسك اول مرحلة الفايل والاب سايت اللي هما كيو على باي على بعض دامبر سكوير كيو واتش بروتروبيك على اتش يو سكوير 2 والرينج بتاعها كذا والرينج بتاعها كذا. انا افترض ان الامبيلر ده او الشركه دي بتصمم الامبيلر بتاعها بفاي 1.1 تمام. ده طبعا هو بيديها من اختبارات معمليه او سيميليشن بس مش من حسابات يعني. المهم ان هو اختبرت وجابت الفاي بتاعت الامبيلر او الامبيلرز بتوعها وجابت الابساي بتاعت الامبيلرز بتوعها وطلع الكيرف ده تمام. فالمفروض ان المفروض ان احنا هناخد عندنا هناخد هنختار امبيلر. هي الشركه قالت لي هتختار امبيلر 18 ل 20 بلي والاوتلت انجل باكورد ب 40 ل 50 درجه. فقالت لي ان الامبيلر ده اختبرناه في المعمل طلعت الفاي بتاعته 1.10. دخلت على الكيرف بتاع الشركه لقيت ال 1.10 ده بيطلع سايد 1 تمام كده. اروح جاي معوض بجيب 1.10 وجيب 1 اهوت. نبدا بالسهله اللي على الشمال نبدا بالسهله اسفل على اليمين حط ده بواحد ومعاك البوليتروبيك هيد اللي على المرحله يطلع لك اليو سكوير على الاثنين تطلع اليو
هتطلع اليوم معاك 235 و8.10 متر في الثانية. هنا هقف ثانية عشان حاجة هم كانوا فكروا لي دي. بعض الـ أو المفروض إن بالإضافة للليميتيشن بتاع البوليتروبيك هيد اللي على المرحلة بيزيدش عن 30 كيلو جول على كيلو جرام، المفروض بيتحط ليميتيشن كمان على التيب ستيل ما تزيدش عن 270 أو 250 مش فاكر 240 حاجة زي كده، يقول 250 متر في الثانية. تمام؟ ليه كده؟ عشان السيرج حاجة وعشان حاجة، لأن زي ما أنت شايف في علاقة طبية ما بين الاتش والليه، عشان السيرج حاجة وعشان حاجة كمان تانية اللي هي الاسترس. الامبيرر ده اللي بيلف لو زاد الهيد اللي عليه أو زاد اليو التيب سبيد اللي عليه ممكن يتم، صح؟ هتبقى مشكلة بالنسبة له. فعشان كده المفروض إن هو بيحط ليميتيشن إضافي على التيب سبيد دي ما تزيدش عن 270 حاجة زي كده متر في الثانية مش فاكر بالظبط. لكن احنا ايه يعني يعني هنكتفي بالليميتيشن بتاع البوليتروبيك هيد وهنعتبر ان هو بيغطي الاثنين بيغطي الكيكوتين. المهم يا سيدي الفاضل هتاخد اليو وتعوض في المعادله دي يطلع لك الديامتر. معاك الديامتر ومعاك اليو باي دي ان على 60 يدي لك ايه؟ الار بي ام. الار بي ام هتطلع 5500 ار بي ام. خلاص؟ 5500 ار بي ام. وكده يبقى انت خلصت المرحله الاولى من الكومبريسور. طيب هنبدا نخش على باقي المراحل. في باقي المراحل ايه اللي ثابت في الموضوع؟ الديامتر ولا السبيد ولا الاثنين ولا الاثنين بيتغيروا؟ الديامتر. السبيد ثابته. السبيد ثابته عشان كل ما انت شرط واحد صح كده؟ فالسبيد غصب عنك ثابته. طب ايه اللي بيتغير؟ الديامتر هيتغير. طب والفاير سايد غير ولا لا؟ حد ألزمك ان انت تشتغل على نفس الديزاين في كل مرحله؟ هو لازم طبعا يتغير يا دكتور عشان انا اصلا المفروض بقلل حجم الامبلر عشان مش مش بتقلله لكن مش جيومتريكال سيمينار هيبقى صعب اوصل ل 160 جيومتري المفروض اللي هم الفاي والسايد يتغيروا. الفاي والسايد ممكن تغيرهم لو انت عايز. اللي هيحصل كالاتي، ادي الفاي وادي السايد وبعدين حضرتك معاك الار بي ام ثابته. هنا بقى في مشكله. ايه هي المشكله؟ هتعوض هنا بالار بي ام هيبقى فاضل عندك الديامتر مجهول تمام؟ وهنا عندك مين مجهول كمان؟ الديامتر ادي مجهول وعندك مين كمان مجهول؟ الكيو لا الكيو هجيبنا كيو معاك؟ الاتش؟ الاتش معاك. طب مين مين اللي مش معاك؟ هو الديامتر بس يا انت رايك كده؟ الفاي والفصال عندك ثلاث ملايين هتحلهم معادله ايه؟ طب تيجي ازاي؟ نعم؟ لازم اثبت واحد مش هثبت واحد ما تنساش ان انت ملزم الكيرف ده صح مش هو مديك الشركه مديك الكيرف ده بتاعت البلس انت مش لو انت افترضت واحد هيجيب التاني لو ما ما المفروض انت ما نقطه كده ان انت خلي بالك هتفترض واحد منهم هتفترض الفاي تمام وهتعوض في المعادلات هيطلع لك ديامتر معينه بيطلع اكساي معينه مين يقول ان الفاي والاكساي اللي انت مطلعهم بيتقطعوا عند نفس النقطه على المرحله الشركه يعني الفيلر ده بيدي الفلو ده لكن مش بيدي الهيد ده قصاده وده بيدي الهيد ده لكن ما بيديش الفلو ده قصاده فانت عايز تحلها مع بعضها معدتين وكيرف في ثلاث مجاليه تتحل ازاي؟ ابدا بالكيرف يعني هتحل بالتراي اند ايرور هتفترض قيم وتروح جاي داخل الكيرف وتشوف الاوبساي اللي وصلها جاي في معوض في المعادله وتحسب الديامتر وتحسب الفاي اللي هو بيطلعها هي هي ولا مش هي هي؟ تروح جاي راجع ايه حاسب منها الاوبساي وبعدين الديامتر وبعدين الفاي المفروض تحلها بالترايل اند ايرور عشان تضمن ان الفاي اللي هتطلعها الامبيرر اللي انت مختاره دوت بيطلع الفلو والهيد دولت عند نفس اللحظه عند نفس الوقت تمام؟ قول يا شاف الكيرفات اللي طالعه بتعبر عن ايه؟ ما هقول لك هي بتعبر عن ايه؟ هو اللي حصل ان انا ما كنتش عارف اعمل ترايل اند ايرور فجات لي فكره هو مش في اصلا معاك معادله للفاي والسايد؟ تمام لقيتها ازاي؟
مش في معادله في الباي معادله في الباي معادله في الساي ممكن تربطهم ببعض انا هيطلع اليو فيها مثلا ولا حاجه اه بس تقدر تربطهم ببعض قصدي اليو مشترك يعني ماشي هتطلع فيحصل ان انت هتلاقي ان انت تروح جاي لو رسمت معادله اليو معادله الفاي والقصاد الابساي يطلع لك معادله المنظر ده تروح جايه مقطعه مباشره في النقطه اللي انت بتدور عليها المرحله اللي وراها هتبقى ليها فاي وابساي هيبقى ليها اس يو غير اللي قبلها فهيبقى الكيرف مختلف شويه تروح وتقاطع وتجيب النقطه اللي وراها ها المنحنى جديد يعني قاطع يعني المنحنى ده بيعبر عن ثبات اليو وتغير فاي الابساي بالظبط اه لنفس المرحله اه نفس السرعه اه نفس اليو احنا نفس المرحله قصدنا آه. نفس اللي بنتكلم بنتكلم عليه ده انما ده ديزاينز مختلف بتوع الشركه اللي هو الاسم الاصلي آه. خلاص فانا انت حليتها بترايل ايرور ماشي حليتها بكيرف زي ما انا عملتها كده ماشي اللي يعجبك يعني وزي ما قلت لك ان شاء الله في الامتحان ما تقلقش الموضوع ده هنكتفي باخر اول مرحله بس خلاص او نسال نظري في الباقي فالمهم يا سيدي الفاضل ده هيتحمل بالترايل اند ايرور ودينا حليته لك ايه يعني من غير ترايل اند ايرور وكده هيطلع عندنا جدول بالمراحل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والسبيدز اللي قصادهم والديامترز اللي قصادهم مش عارف وال السبيد طلعت ثابته كده ليه؟ عشان حضرتك مثبت الشفوي مثبت الابساي لا هو مش مثبت الابساي هقول لك اللي حصل الابساي بتتغير حاجات لو رجعت الكيرف بتاعها بص كده هي قريبه قوي من بعضها ماشي جدع لحظه زي كده هي قريبه من بعضها هي مش واحده هي واحد بس واحد بس صغير وكان التغير في اليوم معاهم كان قليل قوي والتغير في فهيبقى النتيجه ان التغير في اليوم التغير في اليوم معاهم كان قليل ها؟ طلع حصايا معاذ تمام فالمهم ان هتطلع في تغير في اليوم بس مش كبير المهم هتطلع على المعادلات المنظر اللي هيتغير بشكل كبير هي الفاي هتتغير بشكل كبير من واحده للثانيه المهم يا سيدي الفاضل ادي ايه الكيرف بتاعك الارقام دي مش مجرد ارقام كل قيمه من الفاي تعبر عن شكل ديزاين مختلف هو ده معناه ان هنا انسب ديزاين هو ده هنا انسب ديزاين هو ده ده بحيث البيلرز تبقى متجانسه مع بعض وتدي البريشر ريشوز اللي انت محددها وتشيل البوليتروبيك هيد اللي انت محددها طب دكتور هو صعب الاقي يعني عدد كبير جدا من الامبيرز يعني لو مثلا دي 85 من 1000 طب لو كانت 84 من 1000 هتتصرف ازاي؟ او لو 84 من 1000 هتتصرف ازاي؟ اه هو طبعا انت هتقرب وهيحصل ساعتها فروق بسيطه في البرفورمانس بتاع او الفلويد تروبيك هيد اللي شايله كل مرحله لكن يعني ماشي يعني هيقرب الاعلى هيقرب الاعلى ولا الاقل؟ ولا الاقرب؟ والله انا يعني ممكن يبقى اقرب لفوق او تحت مش عارف لان هي اللعبه ان مش ده بس اللي بيتاثر ده لما بيقع في النص بياثر على الباقيين المفروض الموضوع ما هو ده هيشيل بريشر ريشيو اعلى لو ده هيشيل بريشر ريشيو اقل ده هيشيل اعلى ما هو البريشر ريشيو ثابت غصب عنك انت هتسحب خزان واحد 10 بار وهتصب الخزان 60 بار كلهم مربوطين ببعض كلهم مربوطين ببعض لو زودت واحد هتشوف تاثير على اللي بعده فعشان كده اعتقد المفروض يدرس الكمبريسور على بعضه بكذا سيناريو ويشوف الافشنسي الاوفرول هنا ولا هنا كويس انت قلت الجمله دي في ناس بتقول طب يعني انت ليه بتعمل لنا الديزاين بتاع الريسبروكيت الكمبريسور وتحديد الدايمتر بتاع الامبيلر هتفرق ايه لو واحد عمله كلهم نفس الدايمتر؟ مين ده بعيد؟ ما هو انا قلت حاجه هو هيبقى صعب ان احنا احافظ على القيمه اللي فاي ولا مش هيبقى ريسبروكيتنج لو حصل ان الريسبروكيتنج عملتهم كلهم نفس الدايمتر هيحصل ايه؟ مش هيشتغل؟ مش امال ايه اللي هيحصل؟ الفلوريد بيقل فممكن يحصل اكسبنشن جوه السلندر زي ما حصلت ايوه ماشي بس مش هي دي القضيه مش بالظبط كده ليه هتقل؟ الفلوريد بيقل فاهم هو بيضغط هو اكبر ما هو بيضغط بيوصل للاخر الفلو هو اصلا مضغوط يعني هو مضغوط ماشي الكلام اللي انت بتقول عليه هعبر عنه بطريقه ثانيه
احنا مش اتفقنا ان الكفاءه عشان تكون ماكسيمم لازم تكون بريشر ريشيو ثابته. عشان البريشر ريشيو تبقى عليهم واحده لازم اخد الجهاز ده لازم تلتزم بالاقطار اللي بنقول عليها ان واحد ياخد الغاز على قد الكميه الصغيره اللي طالعه والتاني ياخد على الكميه الاصغر والكميه الاصغر يبقى ماشي بالشكل ده. والا لو عملتوه كله نفس القطر او بيستون كبير اللي في الاخر هيبقى عايز يشفط هيروح جاي واخد بريشر ريشيو يعني كبيره او حاجه زي كده والباقي برضه واحد صغيره هتبقى النتيجه ان في الاخر الكفاءه هتقل على بعضها. الاحياني هيحتاج ياخد كميه كبيره في المقارب المقابل اللي قبليه طلعه كميه صغيره فمثلا اللي بيخرج اللي قبليه منه ده مثلا هياخد منه اثنين حاجه زي كده يعني. انا ما حسبتهاش بس هو في النهايه توزيع الضغط هتختلف لو توزيعت البريشر ريشيو اختلفت هتبقى النتيجه ان احنا هنخسر الميزه اللي احنا قلناها ان البريشر ريشيو يكون عليه متساوي. يعني كان المفروض ساعتها انت بتقول لي انت هتوزعهم ببريشر ريشيو متساويه ازاي؟ هتفرض الكلام ده ازاي؟ هفرضه بان انا اظبط الاقطار بحيث ان كل واحد ياخد على قد الفلو اللي بيطلعه البريشر ريشيو دي من الاولاني. اللي هو بيسلموا على الاقطار. تمام؟ هما فعلا لما بيجي يعملوا كومبريسور كذا ستيج الشركه اللي بتصممه فعلا بتصمم كل واحد بفايل مختلفه ولا هو بيصمم كله بنفس الفايل؟ بيصمم كله بنفس الفايل مش عارف الصراحه. بس لا بس هي غالبا لا كل واحده فايل غير الثاني لان انت اصلا بتشوف اشكالهم غير الثاني. انت لو بصيت انا شفت ديزاينز اول واحد بس هو ال 3 دي الباقيين كلهم 2 دي. تمام؟ فكرت هو يطلع بس كده مختلف لو انا اللي باعت معينه وعايز الشركه تعمل لي كومبريسور للسبيسيفيكيشن. لا هو بيعمل كده عشان يعلي الكفاءه عشان يضمن دايما ان هو شغال باعلى كفاءه منتجه الكفاءه العاليه. يعني مثلا الكومبريسور لو حد فتحه مثلا في سكه تويتر هيلاقي فيه تغير في الاشكال ده هيبقى واضح بالنسبه لي من يعني لحظه دايما هو في المرحله دي كانت موجوده ولا لا بس على الاقل في واحده من المحاضرات اللي فاتت شكلهم متغير شكلهم متغير أول واحد بس هو الـ 3 دي والباقيين كانوا كلهم من غير انديوسر. حتى بص اهو أول واحد هو اللي الفايل بتاعته كبير فكان قريب من الأكسل. تمام؟ الباقيين الفلو بدأ يقل فبدأ يقرب من السنتريفيجال العادي بتاعنا. خلاص الأرقام دي على فكرة مش اعتباطا أنا فرض لك إن ده أنا قصدي يعني مش اعتباطا إن هو حاطط ده كده أي ديزاين مختلف وخلاص. لا هو فعلا اللي هو اللي بيبقى 3 دي طالع من قدام ده بيبقى هو فعلا الفايل بتاعه كبير. طيب دي كده اللي هي الأرقام ودي الديامترز بتاعتها. يا راجل أهو الديزاين بص يا هشام تعالى يا هشام عليك ربع جنيه تعالى يا هشام ادفع. اهو بص كده هنا هشام ايه باين هنا العمليه مش ان هو بس بيصغر الديامتر وهنا كمان باين حاصل الشكل نفسه بيختلف. يعني بص على اخر الفيلر وبص على اول الفيلر تحس ان العرض نفسه دي جزء الحاجات دي بتبتدي هو بيدي مش الايه؟ الحيز ما بين الاثنين شراوي مع بعض الحيز ما بين الاثنين شراوي ما هو لان الريشه بترفع الريشه عماله بترفع وكمان حتى البوز نفسه شويه شويه تحس كانه اختفى. لو بصيت هنا هتلاقي تلاحظها اكتر. بص اول واحده كبيره كده وطالعه من قدام شويه شويه ايه بيقرب من اللي هو ال 2 دي بتاع السنتريفيجا العادي. تمام؟ كل ما صارني عليه لا انا بحارب اخرس خالص انت بتتحداني راجل سيدي مش مشكله كبر ابنك خوي ايش طيب يا سيدي اجل الباور هنخش بعد كده في حساب الباور اي كومبريسور لازم احسب الباور بتاعته عشان يعني دي جزء من السليكشن احسب الباور الشاب باور هنا بص هتبقى حسب ام دوت اتش بي على ايتا بروتروبيك ايتا ميكانيكال الام دوت اللي هي بي في كيو على ار تي خد اي بي في كيو على ار تي بتاعت اي مرحله بس خدهم مع بعض الله يسترك ايه ويطلع لك الام دوت بتاعتها والاتش بوليتروبيك خلاص ممكن اللي هي بتاعت التوتال بتاعت الكومبريسور وادي الايتا بوليتروبيك دي 8 من 10 ودي 9 من 10 يطلع لك الشاب باور 46 ميجا وات انت لو طالعين 33 ميجا وات ده 46 ميجا وات طبعا 46 ميجا وات ده عايز محطه كهرباء
او الافضل بقى تستخدم جاز تيرمن او ستيم تيرمن، لان ده هيوفر لك كتير. انت ما تاخد يعني الانرجي وهي لسه طالعه خام كده من المحطه، الستيم تيرمن او الجاز تيرمن افضل من انت تخلي حد تاني يطلعها لك وينقلها لك ويبيعها لك، مش كده؟ ده يوفر كهرباء بالنسبه لك. السرعه كده، السرعه العاليه زائد موضوع السرعه طبعا، ده مهم جدا. المهم يا سيد الفاضل، دكتور ماشي، عندي سؤال. استاذ هو دلوقتي الايتا ميكانيكال انا فاهم ان هي ايه، انا بحسب الشافت بدور على كل المراحل مره واحده، فالايتا ميكانيكال متصورها ماشي عشان الشافت بيدور يعني هو شافت واحد، فالايتا ميكانيكال ثابته، بس الايتا البولومتري دي برضه تفضل ثابته. البولومتري بتتغير مرحله مرحله، هم طلعوها بتتغير مرحله مرحله. ما بالظبط، فانا يعني المفروض بقى احسب شفت باور لكل ستيج اجمعهم ولا لا؟ دي معلومه كنت هقولها لك في اخر الموضوع، ان المفروض ان انت بعد ما حسبت الباي بتشوف الايتا بوليتروبيك بتاعتها، وتروح جاي راجع حسب الاتش بوليتروبيك بتاعتها والباي، يبقى الموضوع ماشي كده لحد ما تستقر القيم كلها وتوصل للتراي الامير، وده حاجه او قيم مستقره. المفروض ان هي فعلا بتتغير من مرحله لمرحله، بس زي ما قلت لك مش هنلعب في الدنيا، احنا هدفنا بس الكريتيريا الاساسيه ونطبقها بشكل بسيط. المهم يا سيد الفاضل، عندنا مجموعه من الفريمات هنا. خلي بالك احنا في الكمبريسور الريسبتيكيري كان السليكشن بناء على ايه؟ الباور. هنا هنعمل السليكشن بناء على الكلورين. خلاص كده؟ هنستعمل سليكشن بناء على الكلوريت، يعني اللي هو احنا عندنا 45000 متر مكعب، هو هنا عنده ايه؟ 52000 متر مكعب، اول واحد يعني بعدين، فهنختار الموديل ده، وهنختار بقى ايه اللي هو الارف اف بي بي 30 ده، هنختار كل الكاركترستكس بتاعته. بمعنى ان احنا صحيح عملنا سليكشن بناء على الباور، لكن او الكلوريت اسف، لكن لازم تتاكد ان الباور اللي انت هتحسبها هو يستحمل، والديامتر اللي انت مختاره هو في الرينج، الار بي ام موجوده، وهكذا عدد المراحل في الرينج وهكذا. نفس الكلام على فكره مع الريسبوكيتنج، مش معنى انت خلاص اخترت موديل خلاص كده قفلنا على الموضوع، لا لازم تتاكد كمان بقى ايه ان هو يحقق باقي الكاركترستكس بتاعته. الكوريت يبقى هو الباور هي لا. طيب خلاص هنبدا بقى نبص كده مع بعض. اول حاجه البريشر بتاعك كان كام؟ 60 بار. ما موجود ولا مش موجود؟ اخترنا اربع مراحل. الار بي اي في وات 63 ميجا وات، 63 الف حصان. اللي فوق اللي فوق حصان. 63 الف ايه حصان موجوده هنا. اللي هي 75 الف طبعا. الار بي ام موجود، الديامترز احنا مختارين ديامترز لو انت مركز كده كانوا من 800 ل 820 مم يا دوبك موجود، موجوده في النص. يبقى كده ايه كل حاجه في التمام، ونقول بقى الملاحظات بتاع حضرتك. اول ملاحظه ان الايتا بوليتروبيك احنا خلاص ربع جنيه، ربع جنيه، ربع جنيه برضه المره. ما انا قلتها صح ما طيب ماشي. ايه ده بيتغير مرحله لمرحله، احنا طلبناها ثابته لكن بالصح بيتغير مرحله لمرحله. حاجه برضه ما خدناهاش في اعتبارنا والبشوات خدوها، التسليك فاكتور افترضنا ان هو واحد، مع ان المفروض ما يبقاش واحد ابدا في الضغوط العاليه دي. تمام؟ كل ما تضغط او تبرد وتقرب من الليكويد ستيت يبقى الايدر جاز ده ما ينفعش. تمام؟ فالمفروض ان كنا نحسبها من المعادله بتتعرض تتحط في المعادله بتاع تعمل كوريكشن يعني للايديال جاز ذو. و خلي بالك برضه من حاجه، ان كان المفروض ان الانرجيز لما نيجي نحسبها ندخل التوتال انثالبي في اللعبه، مش الاستاتيك انثالبي. بمعنى يبقى الانثالبي زائد الكينيتيك انرجي سي سكوير على 2. صح؟ التوتال انثالبي ده بيسموه التوتال انثالبي او الاستجنيشن انثالبي. او توتال انرجي او استجنيشن انرجي. المفروض ان ده اللي بيحصل، ده الانرجي فعليا اللي بيديها الكمبريسور للفلو. لكن طبعا يوصلها ايه؟ التمبرشر الاستجنيشن. لكن بالنسبه للكمبريسورز خلي بالك من الكلمه دي، الضغط اللي بياخده الغاز تاثيره اكبر كتير من الكينيتيك انرجي اللي بياخدها. يعني في كينيتيك انرجي المفروض تخش في اللعب،
لكن هتبقى كام مثلا 10 متر بالثانية. ال 10 متر بالثانية دول بيعملوا سي سكوير على 2 كام؟ 50 50 متر على الثانية صح كده. 50 اللي هو كيلو جول على 50 جول على كيلو جرام. طيب احنا قلنا الستيج بتدي الكمبريسور قد بتدي الفاز قد ايه؟ مش 30 30 ايه؟ كيلو جول. يبقى 50 بالنسبه لل 30 1000 ايه؟ ولا حاجه. ماشي؟ عشان كده احنا عملنا حسابات السي سكوير على 2. اي كان يعني المفروض ده جزء حتى لو هيحولها يعني هينزل بسرعه 10 متر في الثانيه. ما دي اللي هتمشي في الضغط في الاخر في البايب في الاخر مش كده ولا ايه؟ مش توصل سرعه الفلو في الجهاز بايب لاين ارقام زي دي؟ كام؟ 10 متر في الثانيه او اكتر شويه. فالمفروض في الاخر هيبقى في كانت ينجح هذا الفلو. لكن زي ما بقول لك يعني قيمتها بالنسبه للفايب اللي انت خدته كتير قليله قوي. ما ينفعش بقى اهملها بقى فين؟ في المراوح. لو انت بتحسب الباور بتاع المرحله مروحه لازم تدخل سرعه الهواء اللي داخل واللي خارج في اعتبار. ما تعليش الضغط فيه. لان هي اصلا ما بتديش ضغط لكن بتدي سرعه. زي المروحه دي وزي المراوح بتاعت البلاور وزي الشفاطات والحاجات دي كلها. فالباور هتلاقي جزء كبير منها عباره عن كينيتيك انرجي. خلاص؟ طيب دي حاجه. حاجه كمان احنا يعني كل حساباتنا كانت على يعني انرجي بيديها الامبلر، انرجي بيديها الامبلر. طب الديفيوزر ما دخلناهوش في اعتبارنا ليه؟ الديفيوزر بيحول انرجي لان هو بيحول انرجي من كينيتيك لبريشر وبالتالي هو ما فيش انرجي داخله منه عشان كده انا ما دخلتوش في الديزاين ولا في الحسابات ولا في اي حاجه. اه شباب دي كده كان ملخص عن الدريفن كومبريسور سايزنج او سيليكشن. خدنا ازاي بنحسب الباور بتاع الكمبريسور، النمبر اوف ستيجز، الدايمتر والسبيد بتاع كل مرحله. دلوقتي بقى ان شاء الله هنخلص بقى اخر مرحله اخر مروحه. اخر محاضره عندنا اللي هي الاكسيال فلو كومبريسور. هستاذنكم بس كده نقعد ايه 5 دقائق.